هاد مخالفة المرور، تأكدت منه الضبط ما نو مزور. لسه عم بتقول تأكدت؟ انت صدقت كلام هداك الواطي؟ مفتاح البيت استلمته قبل هذا الضبط، ما رحت على هداك البيت مباشرة، قررت روح باللحظة اللي شفت فيه ضبط المرور اللي خالفتي فيه، ساعتها قررت اني روح لهنيك. رحت على هداك البيت لأنك نكرتي هالشي وأصريتي أكثر من مرة أنك ما رحتي لهنيك ولا بتعرفيه. فسري لي هالشي يا سمر، بدي أعرف ليش كذبتي علي وقت سألتك. إيه رحت على هداك البيت، رحت لهنيك كرمال نهال، حتى مهند ما عنده علم أني رحت لهنيك، بس أنا رحت. ليش؟ كنت قايل لي اني انا بعرفه لمهند اكثر من الكل، كمان بيسان بتعرفه كثير منيح. بتعرف اني انا عارضت قرار زواجه؟ كنتي معارضه؟ بعد ما انفصل مهند عم بشرح حكى كثير شغلات مع نهال، خبرها انه في حدا تاني، بس نهال ما صدقت، وانا شكيت بكلامه، ما كنت حابه تستعجل على زواجه، وعلى حساب علاقتي بنهال اصرت انه ما يتزوجوا، بس النتيجه ما تغيرت. رحت على هداك البيت على أمل شوف حدا تاني، بس ما كان في حدا. وليش على أمل؟ لأني دائماً بقول مهند مانو رجال بينوسخ فيه، أنا اللي بعرف منيح شو عاشت أختي معه. انت هون؟ فكرتك قاعدة بالصالون. اتركيني لوحدي. شو صار؟ شو قال لك مهند حتى جنيتي كل هالقد؟ سمر، مع مين عم تحكي؟ شو عم تساوي سمر؟ بدي اقلها لنهال. شو غبية؟ ما عاد اقدر اتحمل، بدي اقول لهم كل شيء، خلي الكل يعرفوا. لا تجني، هاتي هاد. ما بيهمني يصير اللي بده يصير. صح صحي بقى، جنيت كثير. الو؟ الو سمر؟ نهال هي انا حبيبتي. شوفي ما سمعت اي صوت بالاول. ما عرفت صوتك، فكرت اتصلت بشي حدا تاني، لانه تليفون سمر بيختلف عن تليفوني. كيفك؟ منيحة وانتي؟ وأنا منيحة، قلت بسألك شو عم تعملي؟ خلصتي كل شغلك؟ تقريباً، هلأ أنا ورنين رايحين لعند الحلاق، بدنا ننقي موديل الشعر. آه ممتاز. تقاسمنا الشغل أنا ومهند، هو عم بيهتم بكل ترتيبات العرس. كتير حلو. شوفي ليش اتصلتي فيني؟ كنت بدي أسألك إذا محتاجة شي. لا مو بحاجة شي، شكراً. إذا احتجتي شي قليلي. ماشي بقلك. يعطيك العافية، روحي بخاطرك. تسلمي، الله معك. شو معناته هاد؟ ما قالوا معنا، ما هيك؟ هالأم هي وبنتها كثير غريبين، حالتهم النفسية عم تتغير على طول. إذا بتتذكري فيروز خانم أصرت عليك تعيدي النظر بقرار زواجك من مهند، وقت عصبتي كثير منها. عم قلك حبيبتي، يوم هيك ويوم هيك، حتى قبل كم يوم كانوا عم بيصروا ما يصير هذا الزواج، وهلأ صاروا ملائكة للمساعدة. والله مو متوازنين. ما عاد فيكي تسيطري على حالك، اصحي بقى اصحي. هالشي رح يصير، رح يصير، شئتي او ابيتي، قبلي بقى. هذا الشيء ما رح يصير ابدا ابدا. كنتي لازم تفكري بالنتيجه وقت اللي بلشتي بهالقصه يا خانم. حطي عقلك براسك وخلصينا بقى. حاجة تدللي مثل البنات الصغار، لا تدمري حياتك وحياتي، تركي هالزلمة بحاله بقى. نهال لازم تعرف كل شي مني أنا، ما في طريقة تانية. هالشي مو بس بينهيكي، هالفضيحة بدها تجيب نهايتي كمان. بكفي، مليت من أنانيتك. فكري فيي ولو لمرة واحدة، حسي فيي شو عم عيش. أنا عم بموت، ما عم بقدر أتنفس بنوب، روحي عم تتوجع، ما عاد فيي أتحمل أبدا. ما تقدري تتقبلي الهزيمة، هذا كل شي. طيشك رح يدمر حياتك. شو رح يصير إذا قلتي له؟ مهند رح يرجع لعندك؟ كيف عدنان بده يواجه هالشي؟ مانك خايفة؟ ما عم تفكري باللي ممكن يصير؟
خلينا نفترض انه تصرف بشكل حضاري وحطك ورا الباب، بعدين شو رح يصير؟ رح تتشتتي، ما رح يضل معك ولا قرش، كل الناس رح يحكوا عليكي كست خانة عدنان زي كيل، وكل الرجال الأغنياء رح يصيروا يركضوا وراك، رح يطلبوا منك تعيشي معهم علاقة يومية، بدهم يستنوا منك تكوني معهم كل ما شافوكي قدامهم، وأقذر شخص ما رح يتردد، رح يتمسخروا عليكي وما رح يتركوكي بحالك، رح يزعجوكي ما رح ترتاحي من نظراتهم، ورح تكوني ماذا؟ على طاولة الرجال يلي بيركضوا ورا النسوان، كل الناس اللي عم تضحك بوشك رح تحكي من وراكي، وما رح تشوفي ولا صديق حواليكي يحميكي، في منهم رح يحطوا عيونهم عليكي، بس انتي ما رح تقدري تطلعي فيهم، وفي ناس بدهم يحاولوا ما يشوفوكي وما رح تقدري تقابلي العالم وش لوش، رح يحاولوا يقللوا من احترامك، وهيك بدك تنسحبي اجباري عنك، ورح تتأهرمي، ورح تتعبي كتير يا سمر. مين قال لك انه انا رح ضل هون؟ رح روح من هاي البلد. اذا فيكي تتركي اللي عشتيه وراكي لا تستني روحي، بس ما بتقدري تتركي هالشي، رح يضل معك يا سمر، رح يرافقوكي لوين ما رحتي تروحي، لإمتى بدك تهربي؟ لا رح تقدري تنسي ولا الناس رح ينسوكي، رح يتذكروا هالشي دائما، هالشي ما رح ينتسى ابدا. هذا اللي عم تضحي كرماله؟ مع الأيام رح تفهمي إنه ما بيستاهل، فورتك اليوم رح تتحول لألم كبير بحياتك، ورح تحسي فيه طول عمرك. شو مفكرة من السهل تحملي هذا الحمل؟ أو بالأحرى سهل على الوحدة تعيش هذا العار؟ أنا لسه ما قدرت أمحي ختم فريق مالك بيك، لسه حاملته معي مثل القيد، تقيل كتير تقيل، وأنا حاملته معي كمان، بالزائد بالناقص شو رح تفرق؟ كرهتوني عشتي على الأخير. أنتي سمر زياكيل، لا تجني يا سمر، يعني الناس إذا ما بتعرف هالشي أنتي بتعرفي شو أنتي، هالشي بكفي يترك الواحد ياكل حاله، تخلي عن مهند وانقذي حالك، استمرارك بهالموضوع ما رح يفيد بشي ورح يزيد همك هم، صدقيني. لا تجني.